مناسبات تاع اعياد الطفوله دائما عمو يزيد متمسك بها. علاش؟ لانها مناسبات تحسيسيه، مناسبات وين نقدروا نديروا حوصله ونقدروا نتوقفوا، لانه الجزائر محتاجه ومجتمعنا محتاج الى هذه الوقفات اللي نديروا فيها حوصله، حوصله على واش؟ على وين وصلنا في مجال حقوق الطفل، في مجال تربيه الطفل، لانه كل المجتمعات وخاصه المجتمع الجزائري عنده على درايه بان مستقبل الغد هو طفل اليوم، يا هل ترى؟ لذا نتوقفوا في هذا اليوم، هذا اللي هو اليوم العالمي لحقوق الطفل، باش نديروا حوصله احنا ثاني في الجزائر، باش نشوفوا وين وصلنا في هذا المجال هذا، باش نشوفوا كذلك ما هي التحديات اللي نقدروا نرفعوها، لانه مجال الطفل مجال واسع، واسع جدا. وبالك اذا كان لاحظتوا الناس يجيو مع الاولياء نتاعهم، بالمرات اغنيه ولا جمله.